ثم بعد السؤال ولنهاية الدالة ج س على باي ناقص س عندما س تقول لباي ها الدالة يا ولاد ماشي يا شباب س تقول لباي ها ج س على باي ناقص هنا نعمل ايه يا استاذ؟ هنعوض بباي تطلع بصفر على صفر كمية غير معينة، نعوض مكان السين باي خلاص كده منفعتش، يبقى انا ممكن اقول ان الجهة دي عبارة عن باي ناقص سين على باي ناقص سين، يعني السين دي حط مكانها باي ناقص سين، ليه؟ لان الجهة 180 ناقص سين بتبقى موجبة، الجهة موجبة في الربع التاني، كل جبار ظالم جد، فبالتالي الناتج هنا هيساوي واحد، لان السين هنا بتقول الايه؟ إلى باي يبقى الناتج واحد الإجابة الأولى. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي جا س ناقص تلاتة على س تربيع ناقص تسعة عندما س تقول لتلاتة. هنا لازم الزاوية تبقى زي الزاوية يا ولاد، يعني أنا هسيب الجزم هي طبعا لما معوض يطلع صفر على صفر كمية غير معينة. هنا س ناقص تلاتة والمقام هيتحلل لس ناقص تلاتة في س زائد تلاتة، تمام كده فكناهم اهو، فكنا المقام، فبالتالي الدالة دي الناتج بتاعها بواحد، والدالة التانية معوض بتلاتة تبقى واحد على ستة، يبقى الناتج بواحد على ستة، تمام. شوف السؤال اللي بعده رقم 25 بيقول لي إذا كانت نهاية الدالة عندما س تقول لي ما لا نهاية بتساوي أربعة، فهي من أ بتساوي نقطة. طيب الدالة لها نهاية، يعني أنت لو قسمت البسط مقام على أكبر قوة في المقام الناتج اللي عندك هيبقى إيه؟ هيبقى بأربعة. طب لو قسمنا على أكبر قوة في المقام يا أستاذ اللي هي بس هيبقى الناتج بتاعنا إيه؟ أو الألف، البسط هيبقى بألف لأن ما تقسم على س هيبقى ألف. زائد ستة على ما لا نهاية بصفر، التانية المقام اتنين ناقص سبعة على ما لا نهاية بصفر برضو، كل ده بيساوي أربعة، فبالتالي ألف على اتنين هتساوي أربعة، يعني ألف هتساوي ثمانية. يبقى طالما المسألة ليها نهاية يا أستاذ معنى كده إن لما نقسم بسط المقام على أكبر قوة في المقام الناتج هتكون بأربعة. طيب شوف السؤال اللي بعده رقم 26 نهاية الدالة جا باي س على واحد ناقص س عندما س تقول لواحد. طب دي نعملها ازاي يا استاذ؟ تعالى كده نشوفه. هنا نهاية ايه يا ولاد؟ شباب نهاية الدالة لما س تقول لواحد جا باي في س على واحد ناقص س. هنعمل ايه هنا؟ هنا عوضنا بواحد هتطلع ايه؟ المقام بصفر، والبسط لما عوض بواحد واحد في باي بباي، يعني جا 180، جا 180 دايرة الوحدة اهي، هنا 180 اهي يا ولاد بتبقى احداثيها سالب واحد وصفر، يعني جا 180 تبقى بصفر، تبقى صفر على صفر كمية غير معينة. طب نعمل ايه يا استاذ؟ احنا عندنا باي س والمقام واحد ناقص س، طب ينفع نخلي البسط كده؟ اه ممكن ناخد نقول له باي ناقص الزاوية، لأن باي ناقص أي زاوية بتبقى الجا زي ما هي بتتغيرش، لأن الجا موجبة في الربع التاني. يبقى نهاية الدالة عندما س تقول له واحد، هنا أقول له جازم هي ها، أقول له باي ناقص باي س، كل ده على واحد ناقص س. لو خدنا قيمة البسط عامل مشترك هتبقى الزاوية زي الزاوية، يبقى أنت عندك نهى عندما س تقول له واحد جا، هنا خد باي عامل مشترك اهي، يبقى عندك ايه؟ واحد ناقص س، وهنا واحد ناقص س. الدالة هنا واحد ناقص س على واحد ناقص س تطلع بواحد، والباي تتبقى، يبقى الناتج عندي باي. فهمنا التمرين يا ولاد؟ نسأل بعدها رقم 27 أوجد نهاية الدالة عندما س تقول لي ما لا نهاية، وهنا بيقول لي الجذر التربيعي 9 س تربيع زائد 3 مقسوم على الجذر التكعيبي 1 ناقص 8 س تكعيب. هنا بنعوض يا ولاد بما لا نهاية، يطلع ما لا نهاية على ما لا نهاية كمية غير معينة،
هنقسم بسط المقام على أكبر قوة في المقام اللي هي الجذر التكعيبي لس تكعيب، يعني المقام هيتقسم على الجذر التكعيبي لس تكعيب، والبسط نفس الكلام الجذر التربيعي لس تربيع. ماشي، دي قسمة ايه؟ البسط والمقام. ناخد بالنا يا ولاد لما نيجي نقسم هتخش تحت الجذر بسين، تمام؟ يعني لما نعوض تطلع ما لا نهاية عن ما كان غير معين. طب تيجي نقسم بقى يا أستاذ، يبقى لما أجي أقسم هتخش تحت الجذر خلاص زي ما احنا قلنا. هنا س تربيع أهي، يبقى 9 س تربيع على س تربيع زائد 3 على س تربيع، والمقام 1 على، طبعا في جذر تكعيبي أهو، 1 على س تكعيب ناقص 8 س تكعيب على س تكعيب. يبقى هنا الرقم هيختصر، س تكعيب دي هتروح مع س تربيع، تروح مع س تربيع يبقى 9، تمام. وهنا المسألة في 3 على س تكعيب، يعني 3 لما نيجي نعوض يعني يا أستاذ هتبقى طبعا 0. هنا رقم ده 1 على س تكعيب هتفضل، وهنا س تكعيب تروح مع ايه؟ س تكعيب، فيبقى الناتج عندك هيتبقى 9 زائد 0 لما نعوض بقى من النهاية، فيبقى جذر 9 زائد 0 هي 9 على الجذر التكعيبي، 1 على 0، 1 على من النهاية بصفر، دي بصفر خلاص، دي تروح مع دي، يبقى هنا ايه؟ سالب 8، ما ننساش السالب يا ولاد. فبالتالي الناتج هيكون البسط جذر التربيع 9 ب3، وجذر التكعيب سالب 8 بسالب 2، يبقى الناتج سالب 3 على الاثنين، الإجابة جيم. شوف السؤال اللي بعده رقم 28 يا ولاد، قول لي إذا كانت الدالة متصلة فإن أ بتساوي، طالما الدالة متصلة يعني النهاية اليمنى بتساوي النهاية اليسرى، النهاية اليمنى يا أستاذ بتساوي النهاية اليسرى، أو قيمة الدالة كلها بتساوي رقم، يعني طالما متصلة والسين لا تساوي صفر، يعني دالة صفر تساوي دالة صفر من اليمين تساوي دالة صفر من اليسار، صفر من اليمين وصفر من اليسار دولت معناهم إن السين لا تساوي إيه؟ الصفر، اللي هو التعريف الأولاني يا ولاد، يبقى التعريف الأولاني ده هيساوي التعريف التاني اللي هو ب5. طب التعريف الأولاني لو جبت نهايته، نهاية عندما سين تقترب بالصفر تطلع أ على 2، إحنا متعودين يا ولاد في النهايات، يبقى النهاية اليمنى بتساوي نهاية اليسرى بنهاية تساوي نهاية الدالة، يعني نهاية الدالة عندما س تؤول إلى صفر جا أ س على 2 س، كل دي قيمتها بيساوي 5. طب ناتج المسألة دي إيه؟ ناتجها أ على 2 من خواص النهايات الدولة المثلثية، لو قسمت بسط المقام على س وهنا على س ده هتروح مع دي، وهنا هيبقى الناتج بتاعها بأ، هتبقى أ على 2 بتساوي 5، وبالتالي الأ هتساوي 10. نشوف المسألة بعدها رقم 29، نهاية الدالة عندما س تؤول إلى 3، نهاية س تؤول إلى 3، الدالة بتاعتنا يا ولاد س تربيع ناقص 2 س ناقص 3 على الجذر التربيعي ل س زائد 1 س. بداية بنعوض مكان أي س تقابلني ب3، فيطلع البسط هنا 9 ناقص 3 ب6، 6 ناقص 6 ب0 هيطلع ب0، والمقام برضه ب0، يبقى 0 على 0 كمية غير معينة. نبدأ نعمل إيه يا أستاذ؟ نحلل، يعني نشوف المقدار اللي عندنا ده ينفع يتحلل ويتبسط، ونشوف بعد كده فكرة الضرب في المرافق، يعني نشتغل بجميع الأفكار. خد بالك دي 3 أهي، هنا 2. طيب تعال نحلل كده، هنا الدالة عندنا س تؤول لي 3، هنا فوق هنحللها س وس، عدد حصل ضربهم 3، 1 في 3، هنا سالب وهنا موجب أهو، يعني س زائد 1 في س ناقص 3، وهنا جذر التربيع س زائد 1 ناقص 2. هنحاول نعمل بالقانون، يعني نحاول نخلي مسألتنا دي شكل القانون يا ولاد. طيب انت عندك المقام جذر التربيع لس زائد 1 ناقص 2، تعمل ايه في الحتة دي؟
ممكن تقول واللاين ده عبارة عن سين زائد واحد مع سنين، هنضربه في المرافق اللي هو جذر سين زائد واحد زائد اتنين، هنضرب في المرافق هنا. وبالكلام البسط برضو ضرب في المرافق، البسط اللي هو سين زائد واحد ده في سين ناقص تلاتة، نضربه في المرافق بتاع الأرقام اللي هو جذر سين زائد واحد زائد اتنين. هنا هضرب الأول في الأول التاني في التالي، يبقى الأول في الأول بسين زائد واحد ناقص أربعة اللي هو التاني في التالي. البسط مش هفكه، هسيبه زي ما هو اللي هو سين زائد واحد وسين ناقص تلاتة، وهنا جذر سين زائد واحد زائد اتنين. لاحظ إن دي هتطلع بسالب تلاتة تروح مع اللي فوق، فيبقى عندك سين زائد واحد مضروبة في جذر سين زائد واحد زائد اتنين، كل ده عندما السين تؤول لتلاتة. هنعوض بقى يا ولاد مكان السين بتلاتة، يبقى تلاتة زائد واحد في جذر التربيع لتلاتة زائد واحد زائد اتنين، تلاتة زائد واحد بأربعة، وهنا الجذر التربيعي أربعة زائد اتنين، يعني يطلع أربعة في أربعة جذرها اتنين، من اتنين أربعة يبقى أربعة، أربعة بإيه؟ بستاشر، يبقى الناتج بتاعنا هيطلع بستاشر على طول. تمام، يبقى دي فكرة الحل، إن إحنا عوضنا طبيعة كمية غير معينة يبقى هنضرب في إيه؟ في المرافق، لكن لو إحنا جزأنا الأولاد كلها مش هتطلع معانا، يعني حاولنا نعملها إن إحنا نشتغل بالقانون ما نفعتش برضه، يعني صعب صعوبة جدا إن أنت تكون إيه؟ مقدار زي ده. لما حتى لو حاولنا ضربنا في رقم ما طلعتش، لما جينا نضرب في أربعة هي ما نفعتش. فإيه فده الحل بتاعنا السليم، الخطوات المظبوطة. يبقى أنت دايما لما تلاقي المفهوم في جذر اضرب في المرافق. تمام، يعني نادرا بقى المسائل يعني بتبقى تحل بالفكرة التانية يعني، لكن دي خلاص حليناها بفكرة المرافق طلعت معانا. طلع الناتج بإيه؟ بستاشر. السؤال اللي بعده عايزين نجيب نهاية الدالة، ده ماسين تقول لي ما لا نهاية بس في أسس سالبة، عشان نحلها هنضرب بس في المقام في س أس اتنين عشان نتخلص، أو نضرب في س أس تلاتة أكبر يعني أس عندنا، طبعا القيمة المطلقة اللي بتاعته تبقى موجبة يعني لو تاخد الأس اللي هو إيه بعيد اللي هو سالب تلاتة ده، تقوم ضارب في س أس تلاتة فتتخلص من س أس سالب تلاتة. يبقى تضرب بس ومقام في س أس تلاتة في المسألة تتعاد من تاني، يعني تتشكل إيه بشكل جديد يعني. تعالوا كده نضربها. لما نضرب في س أس تلاتة، طبعا يا ولاد إحنا بنعوض الأول بما لا نهاية، تطلع كمية على كمية، ما لا نهاية على ما لا نهاية، كمية غير معينة. لما نضرب في س أس تلاتة تبقى س أس صفر بواحد، واللي بعدها سالب اتنين، هنضرب في س أس سالب س أس، طبعا أس موجب تلاتة، يبقى س أس واحد، لأن في حالة الضرب بنجمع الأسس، زائد ستة س أس تلاتة. المقام تبقى س، لأن س أس سالب اتنين في س أس تلاتة بس أس واحد، هنا ناقص اتنين س تكعيب. كده خلاص المسألة بتاعتنا اتظبطت، نقدر نقسم بس المقام على أكبر قوة في المقام، أكبر قوة في المقام اللي هي س أس تلاتة، ونقسم على س أس تلاتة. فما نقسم على س أس تلاتة هنا تبقى واحد على س أس تلاتة، واحد على س أس تلاتة ناقص اتنين على س تربيع زائد ست، ماشي. هنا نقسم على س أس تلاتة تبقى واحد على س تربيع ناقص اتنين، لما نعوض بما لا نهاية تبقى بصفر، واحد على ما لا نهاية بصفر، اتنين على ما لا نهاية بصفر، يبقى ستة، وهنا دي بصفر، فيطلع الناتج ستة على اتنين هيساوي تلاتة. يبقى الناتج بتاعنا يا ولاد هيساوي ايه؟ تلاتة. فهمنا الطريقة بتاعت حل المسألة لما يقول لي تقول بما لا نهاية. شوف السؤال اللي بعده برضه، نهاية الدالة، وجد نهاية الدالة عندما س تقول لما لا نهاية، س أس سالب تلاتة ناقص اتنين س أس سالب اتنين زائد ستة. دي يا ولاد لما نعوض بما لا نهاية الأولى هتبقى بصفر والتانية بصفر، يبقى ستة بس، يبقى الناتج بستة، لأن س تكعيب دي معناها واحد على س أس تلاتة. يعني لما تيجي تظبط مسألتك، المسألة رقم 31، احنا عندنا هنا يعني هنعدل المسألة الأول يا ولاد. أول خطوة عندنا بنقسم بس يعني بنعوض بما لا نهاية، فدي عبارة على واحد على س تكعيب، وده عبارة اتنين على س تربيع، وده عبارة عن ستة ستة، فأما نعوض بما لا نهاية تبقى بصفر ناقص صفر زائد ستة، هيطلع الناتج بإيه؟ بستة. نشوف مسألة تانية. كل المسائل دي يا ولاد موجودة من على النت، امتحانات زي ما احنا شايفين اهيت وبنحلها. رقم 32 برضو زي اللي فوق،
يعني لما نعوض هتبقى الناتج بتلاتة، لأن واحد على سين تكعيب نعوض سين تكعيب مكان السين بما نهاية، واحد على ما نهاية بصفر تبقى صفر زائد تلاتة بتلاتة، يبقى الناتج بتلاتة. شوف كده يا ولاد، كل دي مسائل زي ما احنا شايفين من على النت، توجيه الرياضيات، لينك الأسئلة. طيب تعالوا نشوف كده مسألة تانية على نهايات. هنا بيقول لي نهاية الدالة عندنا س تقول لي 5، برضه هنعوض تطلع صفر على صفر كمية غير معينة. طيب هنشتغل بالقانون يا أستاذ، يبقى نهاية الدالة لما س تقول لي 5 س ناقص 3 ناقص 125 على س ناقص 5. هنشتغل بالقانون، أقول س ناقص 3 ناقص 5 أس 3 على س ناقص 5. ممكن طالب تاني يقول لك أنا هحلل، أحلل وأختصر. صح، عادي، ممكن تعمل بالقانون أو تحلل. طب القانون بيعمل إيه؟ بقول 3 على 1 في العدد اللي بتقوله اللي هو الخمسة أس الفرق بينهم اللي هي 3 ناقص 1، فيبقى 3 على الواحد طبعا اللي هو المقام، في 5 أس 2، 5 أس 2 ب 25، 25 في 3 تبقى 75، يبقى الناتج عندنا 75. شوف السؤال اللي بعده، رقم 34. 34 متعادة يا ولادي، نفس المسألة اللي فوق. نشوف 35 كده، نهاية الدالة عندنا س تقول لي ما لا نهاية. هنا هنقسم بسط المقام على أكبر قوة في المقام اللي هي س تربيع، لأن لما نعوض بما لا نهاية فوق في البسط المقام هيطلع ما لا نهاية على ما لا نهاية كمية غير معينة. شوف كده الحل، يبقى إنها عندما س تقول لما لا نهاية، هنا البسط هنقسم على س تربيع تبقى 7 ناقص 3 على س زائد 2 مقسومة على س تربيع، وهنا 1 ناقص 2 على س تربيع. ونعوض ده بمال النهاية، دي بصفر ودي بصفر ودي تبقى بصفر، يبقى 7 على 1 هيديني 7، يبقى الناتج ب7 يا ولد. ماشي، شوف المسألة اللي بعدها، رقم 36. عايزين نهاية الدالة عندما س تقول لي ما لا نهاية، 3 س زائد 2 في 2 س ناقص 2. هنا برضو هنقسم بسط المقام على أكبر قوة في المقام اللي هي س تربيع، اللي هي متفككة، يعني س تربيع اللي هيتوزع، يعني هي س هتروح مع س، يعني اللي بره هتختصر واللي جوه القوس هيتقسم على س، واللي فوق س وهنا س، بس احنا بنقسم بسط المقام على أكبر قوة في المقام اللي هي س تربيع. يعني رقم 36 اهي، هنا هنقسمها ازاي يا استاذ؟ طبعا لو عوضنا تطلع ما لا نهاية على ما لا نهاية كمية غير معينة، يبقى نقسم كل حد على س، فيبقى ده الأول 3 زائد 2 على س اهو، مضروب فيه 2 ناقص 1 على س، س على س في الواحد، وهنا س على س في الواحد ناقص 2 على س. هنا نهاية الدالة عندما س تقول لي ما لا نهاية، هنعوض تبقى بصفر، وهنا تبقى بصفر، وهنا تبقى بصفر، فيبقى الناتج 3 في 2 على 1 يبقى بيساوي ايه؟ 6. يبقى نهاية الدالة طلعت بايه؟ ب6. مكملين برضه يا ولاد من النماذج دي، مسائل تراكمية أو مسائل جديدة يا ولاد، بنك أسئلة. نهاية الدالة عندما س تقول إلى 1، س أس 10 ناقص 1 على س ناقص 1. هنا س بتقول لي 1، يبقى من القانون على طول أقول 10 على 1، 10 على 1 في الأساس اللي هو 1 أس 10 ناقص 1، هيطلع الناتج إيه؟ 10، لأن 10 على 1 فيها 10. خلاص، شوف السؤال اللي بعده، دي مسألة جذر اهيت، رقم 38 يا ولاد. نهاية الدالة عندما س تقول لجذر 2، س ناقص 2 على جذر س ناقص 2، لما نعوض هيطلع صفر على صفر كمية غير معينة، فنضطر نشتغل بالقانون، لأن هنا نهاية الدالة عندما س تقول لجذر 2، هنا س ناقص 2 وهنا جذر س ناقص جذر 2. هنا الجذر 2 اللي عندنا السين بتقول له، يعني لو ربعنا الطرفين تبقى س تربيع تقول 2. طب ليه س ناقص 2 ودي جذر س ودي جذر 2؟ يبقى في تحليل يا ولاد. ماشي، يبقى هنشتغل بايه؟ بالتحليل، لان العدد اللي بتقول له مهوش فوق. يعني نحلل ازاي؟ هنحلل س ناقص 2 اللي فوق ديت،
لسين تبقى جذر سين يعني ناقص جذر 2 في جذر سين زائد جذر 2. ماشي، هنعمل في ورقة تانية يا ولاد. يبقى طريقة الحل عندنا إن إحنا هنحلل البسط. ورقة تانية يا ولاد، المسألة رقم 38 أهي، هنحلل البسط، مهم جدا ده. فتقول له جذر س ناقص جذر 2 في جذر س زائد جذر 2، لأن لما نضرب الحالتين دول في بعض هيديني س ناقص 2 يعني. دي فكرة المسألة يعني اللي بتوقع الطلبة كتير إيه ما ياخدش باله منها، إن هو أنت ممكن تحلل السين دي لجذر س وجذر س. تمام كده، ناقص جذر 2، فهنلاحظ ان القوس ده هيروح مع ده، فتبقى نهاية الدالة عندما س تقول لجذر 2، وتبقى هنا جذر س في البسط زائد جذر 2. هتعوض بقى مكان السين بجذر 2، يعني لما تشتغل هي دي س، فجذر جذر 2 زائد جذر 2 اللي عندك يبقى س بتقول لي يا استاذ لجذر 2. عوض كده يبقى احنا تاني يا ولاد حللنا السين ناقص 2 اللي عندنا، يعني السين اتعوض عنها بجذر 2. شايف جذر جذر 2 زائد جذر 2 هيطلع الناتج بكام؟ المسألة دي فيها غلط يا ولاد، يا سين تقول لي جذر 2 بس، 2 بس ماشي، سين تقول لي 2 خلاص، سين تقول لي ايه؟ 2، لأن لو عوضنا أصلا بجذر 2 فوق مش هتطلع، يعني هيطلع جذر 2 ناقص 2 على جذر جذر 2، لا مش مظبوطة، يبقى سين تقول هنا ايه؟ 2. فنعوض تبقى جذر 2 زائد جذر 2 يديني 2 جذر 2. ماشي، يبقى كده سين بتقول ايه يا استاذ؟ 2 في المسألة بس، سين بتقول لي 2 خلاص. شوف المسألة بعدها 39، يقول لي نهاية الدالة عندنا س تقول 2، هنعوض برضه يا ولاد هيطلع كمية غير معينة، صفر على صفر كمية غير معينة، يبقى انا هبدأ ايه اخد عامل مشترك من البسط واحلل يعني. لاحظ لو انت خدت عامل مشترك من البسط يبقى نهاية هي الدالة عندنا س تقول 2، هناخد من البسط 4 يبقى س ناقص 2، ومن مقهى ناخد 2 عامل مشترك يبقى س ناقص 2 صفر قوس واحد مع قوس 4 2 فيها 2 يبقى الناتج ب 2. ماشي، دي المسألة 39. شوف المسألة رقم 40، نهاية الدالة عندما س تقول لي 1، وهنا س ناقص 11 ناقص 1 يبقى س ناقص 1. لما نعوض يا ولاد هيطلع 1 ناقص 1 بصفر على صفر كمية غير معينة، يبقى هنبدأ نعمل بالقانون، يبقى 11 على 1 في 1 أس 11 ناقص 1، يبقى 11 على 1 فيها إيه؟ 11، يبقى الناتج يطلع ب 11. طيب المسألة اللي بعدها رقم 41، إذا كانت دالة س دالة فإنها تكون متصلة عندما وعند س بتساوي ألف، إذا كانت هل دالة ألف موجودة؟ هل دالة ألف بتساوي دالة ألف باليمين بتساوي دالة ألف من اليسار؟ دالة س لها نهاية عند س بتساوي ألف. طبعا يا أولاد لازم يبقى ج موجودة، يعني لازم إجابة ج تبقى معانا، لازم طبعا تبقى دالة ألف، يعني الشرط عندنا دالة ألف بتساوي دالة ألف في اليمين بتساوي دالة ألف من اليسار، يبقى ناخد اللي هي الاختيار ج. دالة ألف موجودة طبعا، يعني هي لها وجود، يعني لها ناتج، يعني هي ج هتنفع، ما ينفعش ألف لوحدها، لازم ج بس، يعني ج ده شرط شامل عشان تكون متصلة. دالة ألف بتساوي دالة ألف في اليمين بتساوي دالة ألف من اليسار، يبقى الإجابة تبقى دال. شوف الامتحان، الشكل المقابل جميع العبارات التالية صحيحة مع نركز كده، هي الدالة مفتوحة من عند ايه؟ السالب 2. شايفين يا ولاد؟ نركز كده على المسألة عشان ايه نوضحها أكتر. منفصلة من عند الاتنين فوق. تعالوا نشوف الاختيارات بتاعتنا بقى، هل نهاية الدالة تساوي 2 عندما س تقول لي 1؟ عندما س تقترب لواحد، عندما س تقترب من الواحد الدالة بتساوي 2 صح، أول واحدة النهاية اليمنى بتساوي النهاية اليسرى. طيب رقم ج أو رقم ب، نحل رقم ب اللي تحت، دالة س تكون متصلة إذا كانت دالة واحد باتنين، هتبقى متصلة لو كانت دالة واحد باتنين صح. طيب رقم ج، هل نهاية دالة س عندما تقول لصفر تساوي 1؟
تعالى كده نشوف النهاية اليمنى والنهاية اليسرى. دالة واحد باليمين ودالة واحد من اليسار. عندما س تقول لصفر، عندما س تقترب من الصفر، نهاية الدالة هتساوي واحد، يعني النهاية اليمنى والنهاية اليسرى عند س. عندما س تقول لصفر، نهاية الدالة تساوي واحد. رقم د لا يمكن إعادة تعريف الدالة لكي تصبح متصلة. لا يمكن إعادة تعريف الدالة يا ولاد، لأن القسمة على الصفر دي دالة مقياس. لا يمكن إعادة تعريف الدالة لكي تصبح متصلة، لأن هي إيه؟ منفصلة من عند الواحد. يبقى رقم د دي غلط، يبقى إجابته غلط. لا يمكن إعادة تعريف الدالة لكي تصبح متصلة، هي ممكن نعيد تعريفها. تكون الدالة متصلة إذا كانت دالة واحد باتنين، لكن لا يمكن إعادة تعريف الدالة دي غلط، يعني ممكن نعيد تعريفها تانية ولا ماشي. يبقى إجابته إيه اللي هي دال دي خطأ، يبقى هناخد دال. شوف السؤال اللي بعده. نهاية الدالة عندما س تقول لخمسة، س ناقص تلاتة أس سبعة ناقص 128 على س ناقص خمسة. هنا لو عوضنا بخمسة يا ولاد هيطلع الناتج بإيه؟ صفر كمية غير معينة، صفر على صفر كمية غير معينة. هنبدأ نحولها شكل القانون، يعني عندي النهاية اهيت، عندنا س تقول لخمسة، هنا س ناقص تلاتة أس سبعة ناقص اتنين أس سبعة، اللي هي اللي هي كام يا ولاد؟ اللي هي 128، اتنين سبعة 128، اللي هي الخمسة دي هنفكها سالب تلاتة وهنا اتنين، يعني ودي تلاتة العكس الإشارة. الفكرة خمسة هنا تلاتة زائد اتنين، يبقى س ناقص تلاتة، وهنا ايه اتنين زي ما هي، والخمسة دي نفكها تبقى س ناقص تلاتة ناقص اتنين. يبقى الخمسة دي هنعيد تعريفها، تبقى س ناقص تلاتة تقول لاتنين. خلاص بقى القانون معانا اهو، يعني احنا شلنا ده خالص، غيرنا النهاية من هنا وخدناها س ناقص تلاتة تقول باتنين عشان الأساس، يبقى زي الأساس اللي هنا والعدد زي العدد. نعمل بقى القانون، يبقى سبعة هناخد سبعة اللي هو الأس اللي فوق مقسوم على الأس اللي تحت اللي هو واحد، في العدد اللي بتقول له اللي هي اتنين، أو يا ولاد العدد اللي بتقول له أس الفرق سبعة ناقص واحد بستة، فهي سبعة في اتنين أس ستة، اتنين أس ستة عندي كام؟ سبعة واحد ها أس سبعة، العدد اللي هي بتقول له ايه يا ولاد؟ اتنين، سبعة على واحد شايفين؟ سبعة على واحد في اتنين أس ستة. طب الاختيارات اللي هنا، هل الاختيارات زي ما احنا عاملين ولا لأ؟ الاختيارات يعني اتنين أس ستة دي 64، المفروض يبقى عدد كبير شوية، يعني الاختيارات اللي عندنا دي مش مظبوطة. تعالوا نتأكد برضه يا ولاد، 128 دي اتنين أس سبعة، لأن اتنين أس خمسة باتنين وتلاتين، اتنين أس خمسة بتديني اتنين وتلاتين، واتنين أس ستة بأربعة وستين، واتنين أس سبعة 128، يبقى دي 2 أس 7 مظبوطة أهي، وهنا السالب 3 ناقص 2 مظبوطة، نقسم الأس على الأس يبقى 7 على 1 في الأساس، العدد اللي بتقول ب 2 أس الفرق يبقى 7 في 64، هيطلع الناتج معانا طبعا الاختيارات دي مش مظبوطة، يبقى 4 في 7 28، 6 في 7 42، 42 و 2 44، يبقى الناتج بتاعنا 448. تاني يا ولاد دي القانون. تعالى اهو ظبطنا المسألة عملناها تمام، تمام كده يا ولاد فهمنا المسألة، يبقى الناتج طلع 448.